إذن بسم الله وعلى بركة الله انطلق شوطنا السابع للإبكار في هذه اللحظات. نذهب مباشرة مع المقدمة ما شاء الله على هذه الأعداد الغفيرة من المشاركين والحاضرين هنا على أرضية الميدان. انطلق مع الصدارة هناك الشاهينية لحمد بن عبد الله الزعبي، ولكن اللي جاوزت هناك من الجانب الأيمن أرصاد لجابر بن متعب المنخس. أرصاد إذن وفي ثالث المراكز هذه شقرة لحمد بن راشد آل سعد، وفي رابع المراكز الوصول هناك من جانب الشاهينية لجار الله بن جابر المري، وفي خامس المراكز اللي في خامس المراكز غير مدونة لدي في الكشف. أعود بكم جمهورنا الكريم مشاهدينا الأعزاء مستمعينا عبر الأثير مع أرصاد، وحذاري من أرصاد لجابر بن متعب المنخس. أرصاد إذن أرصاد غيرت إلى الصدارة، غيرت إلى المقدمة لجابر بن متعب المنخس في الصدارة وفي المقدمة مع أرصاد. أما ثاني المراكز، ثاني مراكزنا هناك أرى الوصول من بلشة، بلشة لفهد بن علي بن عقيل مع بلشه، مع بلشه اذا في ثاني المراكز، ولكن حذاري من اللي غيرت في هذه اللحظات. جزل لحمد بن علي ال بدن بهذا الاداء الجزل، ولكن غيرت ايضا من الجانب، من الجانب الايمن هذا الشعار. اعطونا اللي في اول المراكز حامله الرقم 50 في اول المراكز. راشد بن علي بن عبيد آل خليفة في أول المراكز، وبنسميها الشاهينية. تهانينا لك والناموس. ثاني مراكزنا هناك شواهين لعبد الهادي بن عجلان المري، وفي ثالث المراكز بن علي بن عبيد المري. ناصر بن علي بن عبيد المري. ثالث المراكز اللي في ثالث مراكزنا هملولة لخليفة بن أحمد العطية. إذا تهانينا والناموس لمالك الشاهينية ناصر بن علي بن عبيد المري على الفوز وانتزاع نقطة هذا الشوط. التوقيت الزمني 2:10:42 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الأخوة الفائزين.